بنغازي حينما يحاصرها قاتل غادر بلا سبب، موقد للنيران واللهب، باعث الأحزان في الوطن، يحصد أرواح 10 شهداء وأكثر من 17 جريحا في نقلة نوعية للإرهاب في مدينة يصول ويجول فيها الموت منذ أكثر من 2 عامين. قتل خلالها المتعلم على يد الجاهل، والرجل على يد السفيه، والضمير على يد قاتل مجهول. كان صباح يوم جديد ضرب موعدا مع أمل جديد، كان احتفالا بتخرج دفعة جديدة تذود بدمائها عن وطن جريح. كان صباح يوم بهيم أبت فيه يد الغدر إلا أن تغتال هذا الأمل الجديد. وبعد انتهاء حفل تخرجهم، سيارة مفخخة حولت هذا الأمل إلى أشلاء متناثرة ودماء. وحسبنا الله في رعاة الوطن، وحسبنا في من ادعى أنه قادر على حماية الوطن، وحسبنا جميعا حبا لهذا الوطن.